السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى، إن شاء الله نستمر وياكم سلسلة محاضرات الهندسة الجيولوجية. اليوم معانا المحاضرة رقم 3. نتناول بالمحاضرة رقم 3 أول مكون من مكونات الهندسة الجيولوجية اللي تناولناها بالمحاضرة رقم 2، ألا وهي هندسة أو ميكانيكية هندسة الصخور. تمام، احنا قلنا ندرس بالجيولوجيا الهندسيه المكونات الرئيسيه للتربه اللي هي السويل اند روك. فاول شيء راح ناخذ الروك اللي هي الصخور. واتس مين اوف روك، او ما هي ميكانيكيه الصخور، او شنو تعريف الصخور بصوره عامه؟ الروك ميكانيزم از ساينس، هو العلم اللي يستخدم لدراسه ميكانيكيه او المبادئ الاساسيه لميكانيكيه او لوصف او تصرف الصخور ضمن الغرض الهندسي اللي استخدمها للأغراض الهندسية. شلون تتصرف هذه الصخور؟ أوكي، the geological definition، التعريف الجيولوجي للصخور بصورة عامة، هي الماتيريال، هي المواد المتكونة منين جتني؟ الماتيريال of earth crust، أهم فقرة هي هاي، هي المواد المتكونة من قشرة الأرض، composed اللي تتكون. أهم شيء انتبه للصخور، الصخور هي عبارة عن معادن، ممكن تتكون من معدن واحد أو ممكن من عدة معادن، لكن شو تكون مواصفاتها؟ strongly bounded، تكون دائما قوية جدا وتحيط أو ترتبط مع بعضها البعض، وقليل جدا تحدث بها عوامل التعرية أو عوامل التجوية. يعني دائما عوامل التعرية تحدث بالتراب الاعتيادية. يعني هسه خليني نجي نوصف بصورة عامة كمثل عام قريب لكم. اليوم مرت عاصفة ترابية، عاصفة يعني أي كان، ويند سبيد عالي، تتوقعون راح العاصفة الترابية تأثر أو تكون تأثيرها أقوى بالمناطق الجبلية والصخرية لو المناطق الهضبة الغربية والسهل الرسوبي؟ أكيد هنا تكون يعني أكثر. ليش؟ لأن ترابط الحبيبات والمعادن مع بعضها يكون قليل جدا بالتراب الاعتيادية السويل سيرف السويل، لكن هنا يكون جدا عالي. وعوامل التعرية اللي تحدث بالروك وهذا تكون دائما قليلة مقارنة باللي تحدث بالتربة. تمام، إذا نجي على تعريف الانجينيرنج اوف روك بصورة عامة كتعريف، تعتبر هارد قوية جدا، اند دروبل ديربل اللي هي متينة، كمواد قوية ومتينة ولا يمكن أن تحفرها بذاوت بلاستنج، بدون تفجير. يعني دائما هسه احنا من نحتاج من مقالع فد شيء معين نستخدم طرق التفجير باستخدام التي ان تي او غيره حتى يخرجون هذه الصخور من مقالعها الرئيسية. وكذلك يمكن تعريفها تعريف اخر يقول هي المعادن او مواد التربة التي لا يمكن ان تذوب عند نقعها بالماء. يعني شو تقول؟ دوت نوت او دونت سلاك وين سوكت انتو ذا ووتر. تمام عيني. انجينيرنج هسه نجي على انواع الصخور. عندنا 3 انواع من الصخور احنا من قشرة الارض بصورة عامة. عندنا الصخور النارية الايجنوس روك، وعندنا الصخور الرسوبية سيدمنتري روك، وعندنا الصخور المتحولة. هسه راح ناخذ بصورة عامة مواصفات او الاعتبارات الهندسية لكل نوع من هذه الصخور حسب ما وصوا به المهندسين الجيولوجيين. نمبر 1 الانجينيرنج كونسيدريشن اوف ايجنوس روك، الاعتبارات الهندسية اللي ناخذها للصخور اللي احنا نسميها النارية. نمبر 1 تعتبر هي فاين جريند، وكذلك يعني انه شلون مقاومتها للسيليكا والقلويات قليلة، فما يمكن نستخدمها كركام كاجريجيت او تستخدم ضمن السمنت البورتلاندي. تمام، ليش؟ لان هي من النوع، هاي النوع من الصخور تنتفخ اكسبانشن وتتفاعل مع القلويات. هذا الشيء يعطيك يا فدي عاز، اذا عندك مكان بي ايجونوس روك فما تقدر تبني عليه. شغله ثانيه انه الكورس جرين الخاص بها ما يمكن استخدامه كاجريجيت، يعني ما يمكن كذلك هاي النوع من الصخور انه اني يعني ضمن المقالع استخدمها كركام خشن، حصى، ركام ناعم ضمن. ليش؟ لان امتصاصها العالي فراح تقل مقاومتها. تمام عيني. لكن اكو نوعيات معينة يمكن استخدامها، هذا النوع استخدامها مع الاسفلت ضمن تبليط الطرق. نجي على الفاونديشن، الستينج اوف فاونديشن نيد، لمن انا اريد اصمم اساس
أي أساس، كان يكون أساس سد، أساس دعامة جسر، لازم أتجنب الأرض اللي أختارها تكون تحتوي على هذه النوع من الصخور. الأيجناس روك، تمام عيني؟ الأيجناس روك تعتبر هي وين يعني، إذا أحد يريد يعرف وين موجود، إحنا بحياتك يا المثل بس مجرد حتى تعرف. دائما يستخدمونه بالدايمنشن ستون، العفو يعني شواهد القبور، دائما اللي لا تنتبه على دائما يعني القبور اللي بريطانيا غيرها، هاي الدول يستخدمون دائما شواهد القبور اللي موجودة عندهم من هذا النوع من الصخور، لأن هاي الصخور عندها قدرة إنه تقاوم المتغيرات الجوية، لكن هي ما تقدر تحفظ نفسها من الكسر. But need avoid feature، لازم انت تحفظها من الكسر، لان تكسرها يكون جدا عالي، ما تتحمل يعني، ما عتفت قوة ان تتحمل كومبريشن او غيره، لكن تتحمل يعني فد متغيرات جوية اعتيادية. اي نعم، فيستخدموها بهيش مكانات. هذا اقرب وصف لها حتى تعرف انت هاي الصخور النارية وين موجودة حاليا. نمبر 2، النوع الثاني من الصخور هي السيدمنتري روك، الصخور الرسوبية. ايضا هاي الصخور تكون تحتوي على نسبة الأليكا سيليكا أو سيليكا القلويات، وتتفاعل لكن أقل من الموجودة هناك، فممكن استخدامها مع السمنت البورتلاندي حتى إن ننشئ هذا النوع من السمنت، وكذلك أيضا استخدامها كلايمستون يعني هاي ضمن المواد اللي نستخدمها للبناء، فممكن استخدامها الجرافل غيرها. وكذلك ايضا لكن اللي اني تواجهني مشكله اذا لقيت هذه الصخور او استخدمتها، يعني دائما اواجه بها مشكله من اني يعني تتم عمليات الحفر حتى مثلا انفذ في شبكه مجاري معينه او غيرها، فهذه الصخور اثناء يعني العمليات الكونستراكشن راح يصير بها تكسر او تاكل بنسبه كبيره، فممكن راح تتاذى المنطقه وما راح تتم بها durability جدا عالية. أنا ما أريدك تحفظهم بالتسلسل أو كذا، مجرد تفهم يعني تأخذ لي تعرف البروبرتيز بصورة عامة لكل هذا النوع، يعني ما تحفظهم كنقاط 1 2 3 4 5، لا لا لا، مجرد إيش تفهم لي فكرة عامة عن هذا الكلام للثلاث أنواع من الصخور. الصخور النوع الأخير هو الصخور المتحولة الميتامورفيك روك، هذا النوع من الصخور تكون مقاومته اعلى من النوعين البقيه، فممكن استخدامه وبكثره مع السمنت البورتلاندي، كذلك يمكن استخدامه كاجريجيت كريكام للبناء، الاستابيليتي مالته اعلى من البقيه، يعني هذا يعتبر تقريبا تقدر تقول احسن نوع، لكن يعني ايضا بعيوب، اذا تعرض للكسر راح يسبب لك عده مشاكل، فخاصة من لما يكون موجود بالشانل او الكافيتيشن او غيرها، يعني تعرف انت مجرد لازم بصورة عامة بس مجرد الانجينير الكونسيدريشن اللي ناخذها بنظر الاعتبار، اني كمهندس من اصمم اذا كانت منطقتي تحتوي على هذا النوع من الصخور او هذا النوع من الصخور او هذا النوع من الصخور. تمام، اكو عندنا نوع من الصخور يسمونه سب ستينز روك، هذا شنو نوع من الصخور؟ هذا لا الاول ولا الثاني ولا الثالث. إذا أنا احتاجيت في منطقة معينة أوفر نوع صخور أو أسوي هالروك ماتيريال، هذا أنا أسويه بنفسي أنا كإنسان، هذا عبارة عن بلوك أو فرجمنت من الصخور كلش قوية، ما يكون خالي من العيوب، خالي من الانقطاعات، خالي من كل شيء، وأنا أتحكم بمقاومة الهيدروليكية والميكانيكية وأسيطر عليها عن طريق يعني المختبر أو غيرها، وهذا يصنف اعتمادا على شلون اقول انه هذا الروك هو سبستين روك، اعتمادا على اليوني اكسل كومبريجن، وتكون مقاومه تحمل مادته جدا عاليه، سترينث اند هاردنس، تمام عيني. هذا يوجد هذا النوع من الصخور يتم تجميعه جس في مناطق معينه جدا وضمن جبال معينه ومحدوده جدا، يعني متواجد هذا النوع من الروك او هذه الصخور. انواع الانقطاعات اللي تصير بالصخور يعني ايا كان نوع الصخور دائما تصير بها ضعف، مناطق ضعف، شنو يعني الانقطاعات اللي تصير بصورة عامة؟ اما عيوب الفولت او تكون سدود او تكون مفاصل او تكون فريكتشر كسر او غيرها، هذول تحفظهم الي لان مهمات. انواع اللي يسمونها الديسكونتينس اللي يصير ضمن الروك، ذني مهمات جدا.
تمام. احنا الروك بصوره عامه كمهندسين لمن نستخدمه؟ نستخدمه اما للبولدنج كماده بناء، تمام. اكو اصلا نوع من انواع السدود ينشا يسمونه روك دام، يشابه تقريبا الايرث دام، او ممكن استخدمها كفاونديشن كاساس انشا عليها بنايه كونستراكشن ار سيتنج. زين، شلون انا احدد نوع الصخور هذا؟ اقول هاي الصخري، هاي الصخور هي صخور ناريه، هاي متحوله، هاي سبستنس، هاي كذا، هاي تحملها. شلون احدد؟ المفروض عندي معايير اني التزم بيها. فالانجينيرنج بروبرتيز، الخواص الهندسيه الخاصه بكتله الصخور، استنادا الى اكو كود، شلون الخرسانه لها كود، والتصنيف الترب والاعتيادي الى كود. الصخور لهم كود خاص اسمه الـ ISRM برون 1981، انشأ هذا الكود الخاص بالصخور. اول شيء لازم عندك ثلاث مقتنيات لازم تعرفهم. نمبر 1 فولت اوبزرفيشن، لازم عن طريق المشاهده الحقليه، discontinuous اللي هي الانقطاعات والوصف. الميكانيكال بروبرتيز، لازم تعرف الخواص الميكانيكيه الخاصه بالصخور، وعن طريق الكور ليوجناس. نمبر 1 الفولت اوبزرفيشن، ايش اقصد انا من الاحظ؟ الملاحظه الاوليه، انا الصخر اول ما هذا اشوفه ملاحظه اوليه، فاقدر احدد نوعه ومواصفاته عن طريق هاي احنا نسميها الخواص الفيزيائيه. اول شيء اللون مالته، 2 عوامل التعريه الويذرنج، نمبر 3 الفابريك يعني شلون طبقيته، البيندنج او البيدنج الثيكنس مالته، المقاومه، الانقطاعات اللي تحصل بيه. هذني النقاط اللي هنا تقريبا 14 نقطة او 18 نقطة العفو، يعني ذن ضروري تعرف لياها، ذن ضروري جدا تعرف ريا تعرف، يعني انه ذني كلش مهمات حتى انت تحدد لي نوع الصخر. بس على يا اساس على النوع الاول يسمونه الفلت اوبزرفيشن، هذا السيبت جدا مهم. اكو بعض الصخور تكون احنا نسميها قاتمة او قتمة ما تعبر الماء من خلالها، اكو لا نسبة للانقطاعات اللي بيها او كذا او نوعية المكونة الها تعبر الماء من خلالها. المكون الثاني حتى انا احدد عن طريق نوع الصخور هو التعريف الهندسي او الخواص الهندسية الخاصة بيها اللي هي الميكانيكال بروبرتيز. ايش يشمل لهذا؟ اما فيزيكال بروبرتيز، هذا ان شاء الله راح ناخذهن بمسائل ان شاء الله، بس هنا بالمحاضرة هاي كتعريفيات. الووتر كونتينت، المحتوى الماء الخاص بها، المسامية وكثافتها ونسبة الامتصاص لها، تمتص او ما تمتص للمياه، وكذلك مقاومتها اللي يعني اللي احنا راح نقيسها. الميكانيكال بروبرتي سترينث والالاستيك او المودولوس اوف الاستيسيتي. فهسه لازم نعرف ان سترينث مالتها، اما كومبرجن بتحمل مقاومة انضغاط او تنسايل او شير سترس. هاي هنا بعض الصور حتى نعرف انواع الفحوصات اللي نجريها على التربة او على الصخور باستخدام، هسه لاحظنا دا يستخدم هذا هامر تيست حتى يقيس الكومبرجن تيست الخاص بالتربة بالصخر. فهسه نجي اخر نوع من انواع اللي يعرفنا على نوع الصخور هو الكور لوجنز. هذا صراحة يجيكم مسائل هذا الموضوع اللي هو ايش يشمل لك حتى انا اتعرف عليه. لازم اعرف التوتال كور ريكفري، ولازم اعرف الديسكونتينيوي فريكوانسي تردد الانقطاعات، واعرف كذلك الروك كواليتي نوعيه او جوده الصخور. المسائل راح تجيك على النوع الاخير اللي هي الروك كواليتي ديستيكنيشن. فهذا الروك كواليتي الان لازم اعرف جوده او نوعيه هذه الصخور، عندي هذا القانون الخاص بها، ما راح ادخلك بالتفاصيل الدقيقه، يساوي لك مجموع طول الكور بيس، ايش قد الطول الكلي لازم يكون اكبر من 10 سنتيمتر لينث، على طول الكور الكلي اللي انت دخلته في 100%، على اساسه تقدر انت تحدد هاي القوانين. لاحظ هنا الروك كواليتي يساوي لك اللينث اوف كور بيس. هذا لاحظنا كم اجيب لك السؤال بهذه الصيغه واقول لك الاطوال اللي مثلا على اساسها انا دا اسوي التحريات الست انفستيجيشن، فتحسب لي انت مجموع هذه الاطوال، هذا مثلا زائد هذا زائد هذا حسب الاطوال اللي الان، على الطول الكلي لهذا الكور ايش قد طوله وين يوصل. يجوز مو كله مثلا حد هنا مثلا يبقى ابوف سيرفيس، تمام عيني، على الطول الكلي دائما يعطى هذا للكور المستخدم.
في 100% حتى تطلع لك النسبة مئوية، وهذا يعني لازم أنت يعني تعرفها. إذا كانت النسبة من 0 إلى 25% فش تصنف الصخور ديسكريبشن للكور كواليتي أو الروك كواليتي، جودة أو نوعية الصخور تعتبر جدا ضعيفة very poor، وإذا كانت من 25 إلى 50% poor، وإذا كانت من 50 إلى 75% fire، وإذا كانت من 75 إلى 90 good، وإذا كانت من 90 إلى 100 excellent أو ممتازة. تمام عيني، هذا الموضوع ممكن يجيك كفرع أو سؤال امتحاني كمسألة، أجيب لك نوع صخور معين وأطلب من عندك تحسب لي كفاءة أو نوعية أو جودة هذه الصخور، تحسب لي عن طريق هذا القانون وعلى أساس، وأنت تقول لي نوعيته على أساس المفروض تعرف هاي النوع يعني هاي التصنيفات، يعني لازم شلون إنه تحفظهن من 0 إلى 25 شنو تصنفه، من 25 إلى 50 شنو تصنفه كذا، يعني تعرف أنت هاي التصنيفات الداخلية الخاصة بالتربة أو الخاصة بنوع الصخور. إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم واللي محاضرة رقم 3 ضمن الهندسة الجيولوجية انتهت. ألتقيكم بالمحاضرة القادمة بإذن الله. أي سؤال أو استفسار راسلوني على القناة ضمن الكومنت. ألتقيكم بمحاضرات قادمة إن شاء الله. دمتم بأمان الله وحفظه.